كمان في مسلسل رائع جدا هيكون موجود معانا هنا على CBC، ملف سري، بطولة هاني سلامة وماجد المصري، محسن محيي الدين، مريهان حسين، عائشة بن أحمد ونجوم كتير، ومن تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسين البلاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. العدل. قررت المحكمة باستدعاء المتهمين، وحيث وردت إلينا مستندات تم ضمها إلى القضية الماثلة. الكتاب فيه تاريخ يوسف الملكي، تاريخ اللي عشت بيه طول عمري، وأنت عايز تاخده على الجهاز. أنت بتساعدني ليه؟ عشان متأكد إنك مظلومة. ناجي ما بيتمرجحش. مش عايز تتمرجح؟ انزل. ده انت ما صدقت تلاقي حاجه تمسكني بيها من ايديا اللي بتوجعني. خلاص بقى جدع، ربنا تاب علينا. ما تعرفش ان في 2 اتقتلوا هنا؟ الواد ده ما بيشتغلش من دماغه، الواد ده في حد وراه. انا ما بحبش الكدابين. اسلوب التهديد اللي انت بتقوله ده ما يمشيش معايا. مصر هتعدي المحنه دي. انا حلمت بيك النهارده. مش حاجه غريبه شويه؟ الموت ملوش كبير، مش بينقي من الغالي والرخيص. احنا مش ضامنين ايه اللي هيحصل في القضيه دي تاني. واضح اللي بيحصل ده متخطط له كويس جدا. اتمنى اني اكون دليتك على الطريق المظبوط. عرفت حاجه مخلياني مرعوب. انا جاي لك عشان تشتري اخوك. صاحب الحق ما بيخافش. بابا عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. الفلوس دي حق. احنا اتحرمنا من اغلى واهم نعمه في الدنيا. بونسوار.